بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. اشتعلت أحداث الحلقة 27 من مسلسل البرنس بعد ما اكتشف فتحي إن كيلاني صبي الأسطى محمود خدعه وأعطاه فتاة متسولة بدلا من مريم ابنة رضوان. وبدأت أحداث الحلقة عندما ذهب فتحي وياسر ورأفت إلى السيدة اللي بتسرح الأطفال ليفاجئ بوجود رضوان وحمادة، ليصدم من المفاجأة من وجود حمادة وبيخبره بأن رضوان هو من طلب منه العمل لديه. ويدخل بعدها فتحي في مشاجرة مع رضوان تنتهي بهروب الثلاثة قبل أن ينتقم منهم رضوان. وذهب ياسر وفتحي ورأفت إلى المعلمة فدوى حيث طلبوا منها زيادة عدد الرجال حول المنزل لتأمينه. بعدها يذهب رضوان وحمادة إلى منزل الأسطى محمود ويشاهد ابنته ويحزن لأنها بقيت بمفردها طوال تلك السنوات، ثم يتصل بعلا ويطلب منها الذهاب إلى عادل أخوه وأخذه إلى منزلها حتى يستطيع هو البقاء مع ابنته. واجتمع ياسر ورأفت وفتحي وعبد المحسن ليتحدثوا حول كيفية التعامل مع رضوان، بالإضافة إلى ملعوب حمادة واللي بيعرف الكثير من المعلومات عن تجارتهم للمخدرات. وبعد توصيل الأسطى محمود لمريم إلى المدرسة واجهه رضوان، ولكن محمود أخبره بأنه يعلم كل شيء كما أنه شاهده أثناء قدومه للموقف، ولكنه لم يستطيع أن يخبره بأن مريم عنده من شدة حبه لها وحتى لا يأخذها منه بعد تعلقه الشديد بها. وذهب رضوان مع الأسطى محمود إلى منزله، وانهارت زوجة محمود بعد قدوم رضوان وتوسلت لرضوان أن يترك لها مريم وتعتني بها ويأتي لزيارتها في أي وقت، ولكنه رفض لعدم استطاعته البعد عنها مرة أخرى. وانتهت الحلقة باكتشاف نجية لخيانة ياسر لشقيقه فتحي مع زوجته فدوى.